إن الحمد لله، نحمدك اللهم ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يا رب أنت المستعان، وإننا لعظيم جودك عالة فقراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المؤمنين الصادقين الذين آمنوا بالله وكانوا يتقون. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق تقاته، فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد، فيها عتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، ينجح بها الطالب وينجو بها الهارب وتنال بها الرغائب. إن تقوى الله سبحانه وتعالى سبيل إلى كل خير، تكفل الله لأهلها بالنجاة مما يحذرون، وضمن لهم رزقهم من حيث لا يشعرون، كفر الله بها عن سيئاتهم، وأعظم الله بها أجورهم، ويسر الله بها أمورهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فاجعلوا تقوى الله شعاركم، والاستقامة على دينه رائدكم، والعمل الصالح غايتكم، ومرضاة الله أعز أمانيكم، تفلحوا وتسعدوا ويكتب لكم الأجر والثواب ويفتح لكم أبواب رحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على عباده أن يرزقهم الله وطناً آمناً مستقراً سخاءً رخاءً، أن يرزق الله الإنسان وطناً فيه الأمن وفيه الراحة وفيه رغد العيش وفيه الطمأنينة. ولذلك ذكر الله أهل مكة بهذا الأمر فقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أعطاهم الله الأمان وذكرهم بهذه النعمة، يتخطف الناس من حولهم وهم في أمن وأمان. فالأمن في الأوطان من نعم الله على عباده وعلى الإنسان وعلى الناس الذين رزقهم الله هذا الوطن وأعطاهم الله هذه النعمة، أن يشكروا الله على نعمته وأن يحافظوا على هذه النعمة. فقد قال الله في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنعم الله سبحانه ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل عبادته. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا رائعا في المواطنة وفي حب الوطن، عندما نزل عليه جبريل لأول مرة وأصابه الفزع والهلع من هول ما رأى وما سمع، ذهب وخذته خديجة إلى ورقة بن نوفل، وكان عالما حبرا
قرأ التوراة وعنده علم من الكتاب، فعرض عليه أمره وما جرى له وما رأى وما سمع، فقال: ورقة، هذا هو الناموس، الناموس يعني جبريل، الذي أنزل على موسى، ويا ليتني فيها جذع، يا ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك. انتبه النبي لهذه الكلمة وأزعجته، حين يخرجك قومك، فبدره النبي بقوله على سبيل الإنكار والتفجع: أو مخرجيهم؟ سيأتي يوم نخرج فيه من بلدي. قال العلماء: يؤخذ من هذا شدة مفارقة الوطن على النفس. انزعج النبي من هذه الكلمة: أو مخرجيهم؟ سأترك وطني وبلادي. فقال ورقة: ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولذلك جاء هذا اليوم، وخرج النبي من مكة ونظر إليها نظرة المودع، قال: والله إنك لأحب بلادي إلى الله، والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأكرمه على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. عندما ذهب إلى المدينة دعا الله بهذا الدعاء: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. أن يرزقه الله حب المدينة، أن يرزقه الله حب الوطن الثاني كحب وطنه الأصلي. لذلك سئل أحد الحكماء: كيف يعرف وفاء الرجل من غير تجربة ومن غير اختبار؟ كيف نعرف وفاءه؟ قال: بحنينه إلى أوطانه وبتلهفه على ما مضى من زمانه. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. الوطن عزيز على النفس، بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. ماذا يساوي الإنسان بدين وطن؟ ماذا يساوي الإنسان بدون وطن؟ وخاصة في هذا البلد وفي هذا الوطن، أن نحفظ هذه النعمة. والحمد لله رب العالمين، رزقنا الله بقيادة رشيدة حكيمة رحيمة، ومن الله على هذا الشعب باتحاد كلمته وبتآلفهم وبتكاتفهم على اختلاف مشاربهم وأفكارهم وطوائفهم، الكل في محبة ووئام من أول يوم قام فيه هذا البلد إلى يومنا هذا، والحمد لله رب العالمين. تحصل أمور نادرة، تحصل أمور نادرة، والنادر لا حكم له. شعب أبي، شعب متكاتف، شعب متراحم، فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة. العرب قبل الإسلام كانوا في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، أنقذهم الله ببعثته صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حذر الله هذه الأمة من التقاطع والتدابر: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأمرهم بقوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أن يحرص الإنسان وأن يبذل ما يستطيع في حماية وطنه وفي جبهته الداخلية. فالفتنة أول ما تبدأ ضعيفة خفيفة قد لا يلتفت لها، وما تلبث إلا أن تعظم وأن تكبر، فيصبح من الصعب أن تعالج.
ويستشري خطرها ويكبر أمرها. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن هذه الفتنة وعن تدرجها، يقول: تبدأ في مدارج خفية وتؤول إلى فظاعة جلية، فتزيغ قلوب بعد استقامة، وتضل رجال بعد سلامة، تختلف الأهواء عند هجومها، وتلتبس الآراء عند نجومها، من أشرف لها قصمت، ومن سار فيها حطمت، تغيض فيها الحكمة وتنطق فيها الظلمة، يكلم فيها منار الدين وتنقض عهد اليقين، تهرب منها الأكياس، تهرب منها الأكياس وتدبرها الأرجاس، مرعاد، مبراق، كاشفة عن ساق، تقطع فيها الأرحام ويفارق عليها الإسلام. هكذا تكون الفتنة، تبدأ شيئا فشيئا وتعظم. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا حميت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء جزت شعرها وتنكرت مكروهة في الشم والتقبيل. ولكن العقلاء والحمد لله في هذا البلد يطفئون دائما نيران الفتن ويأدونها في مهدها. أرى تحت الرماد وميض جمر، أرى تحت الرماد وميض جمر، ويوشك أن يكون له ضرام، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها كلام. أن نحفظ ألسنتنا وألا نتكلم إلا بالخير وألا ننطق إلا بالحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ قال خيرا فسلم أو قال خيرا فسلم أو سكت عن قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. ويقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك يقول الله في محكم كتابه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يصف الله عباده المؤمنين بقوله: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، ومفاتيحها الرجال، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. الإنسان يحفظ لسانه، فاحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب، وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل واد تخطب، واحفظ القلوب، القلوب أن نحافظ على ودها، واحفظ على القلوب من الأذى، فإنها إذا تنافت فرجوعها بعد التنافر يصعب، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل زجاجة كسرها لا يشعب. من الصعوبة أن تعود الأمور مرة أخرى. انظر لمن حولكم، دب النزاع والخلاف والفتن، وعلينا جميعا نحرص على بلادنا وأن نقوم بواجبنا تجاه قيادتنا وتجاه بعضنا، وأن نحفظ كيان هذا الوطن، وأن نعيش في أمن وأمان وفي راحة واستقرار، فإنها أمانة وأنها نعمة من الله تبارك وتعالى. أن نحافظ على نعمة الله جل وعلا، وأن نكون من الشاكرين لله على هذه النعمة، نعيش في بلد آمن مستقر. أن نحفظ ألسنتنا، وكما أن الكلمة المسموعة مسؤولية،
فكذلك إن الكلمة المقروءة والمكتوبة مسؤولية أمام الله، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. إنها مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. بلد آمن وفي أمن واستقرار، وليحرص كل منا ألا يتكلم إلا بالخير، وأن يحفظ لسانه، وألا ينطق إلا بالصدق، وألا يتكلم إلا بالحق، فإن الكلمة مسؤولية وسيحاسبك الله عليها. لذلك قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين، وهداني وإياكم صراطه المستقيم. أو كما قال: أقول قولي هذا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بعض المسلمين في ذلك الوقت حين يسمع خبراً يقوم بإشاعته بدون تثبت، يسمع الكلام وينقل، فحذرهم الله من هذا المسلك. فكيف بالوقت الحاضر بهذه الأجهزة الحديثة، بهذا التواصل؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو رجعوا إلى ولاة الأمر وهم يملكون الأدوات والأساليب والطرق التي توصلهم إلى الحقيقة، وأن نستقي المعلومات من مصادرها من الجهات الرسمية، فإن من الخطورات بمكان أن يسمع الإنسان كلمة من خير أو من شر ثم يقوم بنقلها بدون تثبت. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع، هذا يبرئ ذمته أمام الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، قالوا زعموا، أنا ما قلت الكلام هذا، هم يقولون بئس مطية الرجل زعموا. قال العلماء: أي إساءة مثل هذه الإساءة أن يجعل الإنسان كلمة زعموا مركبا له فيخبر عن أمور بدون تثبت؟ فالله سبحانه نهاهم عن ذلك، والنبي أيضا نهى عن ذلك. لا يجوز أن يتناقل الناس الكلام جزافا بدون تثبت، لما لذلك من أضرار سيئة على الدولة وعلى أمنها واستقرارها. لذلك أمرنا الله أن نحيل الأمر إلى أهله، وأن نستقي المعلومات من مصادرها. لا يجوز لأحد ولا يحل له أن ينقل أي كلمة ثم يقول: ما قلت هذا الكلام، زعموا. والنبي يقول: بئس مطية الرجل زعموا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الفتنة لا تعرف الصغيرة ولا الكبير، تبدأ صغيرة، والحرب أولها كلام. أن نتثبت في كلامنا، ورحم الله عبدا قال: خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. والحذر الحذر من إلقاء التهم على الناس بدون دليل. والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
دخل النبي الكعبة يوم من الأيام فقال: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. وقال مرة: مرحبا بك من بيت. ثم وجه كلامه للكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك ولحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثة: دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة البيت العتيق. وكذلك من غير المسلمين من يعيشون معنا لهم تقديرهم ولهم إكرامهم، ولا يجوز أن يتعدى عليهم بأي شكل من الأشكال. من قتل معاهدا، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وقال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه، أي عاب عليه أو انتقص من حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة. المسلم وغير المسلم، كل من يعيش معنا ويشاركنا في وطننا له تقدير وله احترام وله إجلال، ليعيش الجميع في بحبوحة من السعادة وفي رغد من العيش. ماذا يساوي الإنسان من غير وطن؟ الوطن له كرامة وله منزلة في النفوس، حتى الطيور وحتى البهائم تهاجر طلبا للعيش والرزق ثم تعود إلى أوطانها. أسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهداة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن القرابة والصحابة والتابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعل لنا من أمرنا يسرا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واهدنا سواء السبيل. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأنزل السكينة في قلوبنا. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وفق ولي أمرنا وأمير بلادنا لما تحب وترضى. اللهم متعه بالصحة والسلامة والعافية، وبارك له في عمره وعمله، ووفق ولي عهده لما تحب وترضى، واجعله سندا وعضدا لأخيه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب عافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بشر ومكر وسوء، اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، تراصوا واعتدلوا، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر، سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.